العالم كله انبهر بصوت المغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني اللي غنت النشيد الوطني الفرنسي في حفل ختام كأس العالم، وكان اسمها متصدر محركات البحث بشكل كبير جداً، وكله عاوز يعرف مين دي المغنية المصرية العالمية فرح الديباني اللي كانت واحدة من نجوم اختارتهم الفيفا علشان يشاركوا في ختام كأس العالم. وللمرة التانية قدمت النشيد الوطني الفرنسي قدام الرئيس ماكرون، كانت أسعد وأهم لحظة في حياة فرح الديباني لما الرئيس ماكرون باس إيدها بشياكة في احتفال تنصيبه بفوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده من فترة للمرة التانية في شهر مايو الماضي، وقالت ساعتها إنها كانت لحظة غير عادية تماماً، ووقت لقاء ماكرون حست بإن الأمر عادي ومش كبير يعني، وبعد كده حست بالأمر وبقوته. لكن النهاردة هي وقفت قدام جمهور فرنسا والأرجنتين وملايين المشاهدين حوالين العالم في ختام أكبر حدث بيشغل الدنيا كلها. طيب مين هي بقى فرح الديباني؟ هقول لكم. فرح من مواليد الإسكندرية وعمرها دلوقتي 33 سنة، وهي أول فتاة مصرية وعربية تلتحق بأكاديمية أوبرا باريس في سنة 2016. ناس كتير ما تعرفش إن فرح الديباني جاية من عيلة موسيقية معروفة جدا في الإسكندرية، وجدها كان عازف لآلة البيانو، وانطلقت هي في رحلتها الفنية سنة 2005 من خلال مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بعد ما اكتشف موهبتها واحد من مدرسين اللغة الألمانية. سنة 2010 سافرت للعاصمة الألمانية برلين، والتحقت فرح الديباني بأكاديمية هانز إيسلر لدراسة الموسيقى هناك، وفي نفس الوقت كانت بتدرس في مجال الهندسة المعمارية، وحصلت على شهادة البكالوريوس سنة 2014، يعني كانت بتدرس الموسيقى والهندسة مع بعض ونجحت فيهم، عالمية والله. لا ومش بس كده، كمان كملت دراستها وحصلت على درجة الماجستير في مجال الهندسة، وفي طريقها للنجاح خدت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، ومنحتها السفارة الفرنسية وسامي الفنون والأداب، وكل ده بقى كوم وتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ كوم تاني خالص، وده كان تمهيد انها ترجع وتغني في الحفل الختامي لمؤتمر المناخ اللي شرفت فيه مصر قدام العالم كله. مشاركة فرح الديباني في مؤتمر المناخ ما كانش ترشيح مصري بس، ولكنه تعاون بينها وبين الأمم المتحدة للمرة التانية في تاريخها، وقالتها وقتها إنها مبسوطة بالتعاون ده وباللي حققته مصر في مجالات كبيرة جداً، وكانت مبسوطة أكتر بتفاعل الجمهور مع غناها بلغات مختلفة. وقالت فرح في لقاء سابق ليها إنها بتربطها علاقة مختلفة بالمطربة الشهيرة الراحلة داليدا، وإنها كانت بتحلم من فترة طويلة تقدم حفلة أغاني متنوعة ليها، وده اللي عملته مع منى الشاذلي وقدرت تحقق بيه حلمها.